يمر اليوم شهر على الزلزال الكبير الذي ضرب كل من تركيا وسوريا وخلف دمارا هائلا في البلدين. وتسبب الزلزال في سقوط أكثر من 50,000 قتيل في البلدين، إضافة لانهيار آلاف المباني ودمار واسع في البنى التحتية. وعلى الرغم من مرور شهر كامل على الكارثة، تتواصل الجهود لإزالة الأنقاض ومساعدة المتضررين. للمزيد ينضم إلينا من القامشلي مراسلنا هجار. السيد هجار، حدثنا أكثر عن الوضع في الشمال السوري، عن حملات الإغاثة التي القائمة حاليا في الشمال السوري. نعم، لنبدأ أولا بالإحصائيات الأخيرة جراء الزلزال الأخير. بحسب الإحصائيات وصل عدد الضحايا إلى 6,000 ضحية جراء الزلزال الأخير الذي ضرب كل من سوريا وتركيا، وهذا العدد هو متواجد فقط في المناطق السورية. وأيضا يوجد نحو 4,000 ضحية من الجنسية السورية كانوا يتواجدون في المناطق التركية، وتم نقل بعضهم إلى المناطق السورية، بينما آخرون والذين لم يملكون أي ثبوتيات شخصية تم دفنهم في الأراضي التركية، ليصل العدد الإجمالي بعدد الضحايا جراء الزلزال الأخير من قبل السوريين وصل إلى نحو 10,000 ضحية. أما بالنسبة للشعب السوري، حتى هذه اللحظة يعانون من الاضطرابات نفسية وأيضا جسدية وعقلية، وبحسب الخبراء أن تعرض المناطق السورية لأكثر من 4,000 أزة ارتدادية خلال شهر يحتاج الشعب السوري بشكل كامل إلى عناية بالصحة النفسية والعقلية. أما بالنسبة للأهالي الذين تضرروا من جراء الزلزال الأخير، فالبنك الدولي أعلن بأن المناطق السورية بلغ الخسائر إلى نحو 5.1 مليار دولار في سوريا وحدها. أما بالنسبة للضحايا والذين ينامون في العراب، حسب الإحصائيات الأخيرة فقد وصل عدد الذين نحو 150,000 عائلة سورية، ومن بينهم 91,000 عائلة سورية في المناطق الخاضعة لحكومة دمشق. وبحسب المعلومات تم إيواء فقط 400 عائلة في مباني مسبقة الصنع، وهذا العدد قليل جدا بالنسبة للعداد الذين ينامون في العراء أو في مراكز إيواء أو في القيام. نحن نتحدث عن نحو 1,000,000 شخص. أما بالنسبة لمنظمة اليونيسف، فقد أعلنت بأن نحو 2.5 مليون طفل سوري تأثروا بالزلزال بشكل كبير. أما بالنسبة للمساعدات الإغاثية، بحسب المعلومات نحو 740 شاحنة دخلت إلى شمال سوريا. أما بالنسبة للمناطق الخاضعة للحكومة السورية، فقد دخلت نحو 280 طائرة محملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية، ومن بينها 153 طائرة إماراتية وصلت إلى الأراضي السورية. من القامشلي مراسلنا هجار السيد، شكرا جزيلا.